اسمه ما ذكرت الحكومة، فهو الناطق الرسمي باسمها. ألفه الناس في قاعة للندوات يخرج بعد كل اجتماع حكومي ليقدم الخلاصة ويجيب على أسئلة الصحافة. الحديث هنا عن مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. مهمات جسام يتحملها شاب ينتمي لمدينة سد إفني، حيث بدأ مساره الذي تميز بسرعة القصوى، فمن أستاذ بالتعليم العمومي إلى مستشار مكلف بالشؤون البرلمانية لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، ثم نائب برلماني، وبينما سبق محامي متمرن في هيئة الرباط منذ سنة 2020. سلطت على بيتاس الأضواء منذ تشكيل الحكومة التي أعقبت تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار للمشهد الانتخابي، فكان عضو المكتب السياسي للحزب والمقرب من أمينه العام الأقرب للاستوزار، وبالفعل حمل حقيبة ثقيلة فيها مواجهة دائمة ومباشرة مع المؤسسة التشريعية، وأخرى تتمثل بالتواصل مع المواطن ووسائل الإعلام. وبين المهمة الأولى والثانية تعرض الوزير الشاب لموجة من الانتقادات فتصدر المواقع والصفحات، لكنه بقي مدافعاً في خرجاته عن عمل الحكومة ومشاريع الدولة الاجتماعية، سواء في الخرجات الإعلامية أو من قبة البرلمان. بيتاس اليوم يحل ضيفاً على برنامج ضيف الأسبوع ليناقش مجموعة من الملفات التي تهم العمل الحكومي، وأخرى تتعلق بحزب الحمامة وشأنه الداخلي، في خروج إعلامي يأتي في وقت يطبعه النقاش حول مشروع قانون المالية وإضرابات الأساتذة.